نشرت مواقع التواصل الاجتماعي لقاء للراحل محمد العربي قبل وفاته بأشهر قليلة. أجرى اللقاء في المنزل وهو يرتدي جلابية بيضاء، فتحدث عن بداياته وأعماله وكيف تم اختياره دون باقي الممثلين المصريين والعرب الذين نافسوه على دور عمار بن ياسر وتفاصيل أخرى كثيرة. وستعرفون في هذا الفيديو ما هو الفيلم الذي شارك فيه وصنف على أنه إباحي ومنع من العرض في السينمات، وماذا قال عن دوره في ذاك الفيلم الذي جمعه مع شمس البارودي وآخرين، وبماذا تفوق على عادل إمام، وما سبب وفاته اليوم، وتفاصيل أخرى. ولكن قبل البدء أذكر الأصدقاء الذين لم يشتركوا بالقناة بعد أن يشتركوا. يلا نشوف. ولد محمد في 2 أغسطس في العام 1946 في القاهرة في أسرة فنية تعود أصولها إلى أرياف محافظة المنوفية، حيث أن والده هو الممثل المصري عبد البديع العربي، وأخوه هو الممثل وجدي العربي الفنان الشهير الذي أثار ضجة بعدما اعتزل التمثيل، حين قال بأن معظم ما يعرض في التلفزيون هو ابتذال وعري، وبأن العرب أغفلوا بناء أجيال قادرة على حمل أمانة أو رسالة. فأحدث ضجة كبيرة، وازدادت الضجة عندما وصف الوسط الفني بأنه مجتمع فساد في فساد، وبأنهم جميعا استهزأوا به عندما ترك الفن وتاب عنه. وبسبب ضغوط سياسية تعرض لها هاجر مع عائلته من مصر ويسكن في بانكوك عاصمة تايلاند، وهو الآن دائم الظهور على قنوات الإخوان والمعارضة المصرية في الخارج. أما محمد العربي فقد اعتزل الفن لأسباب أخرى، فقد شارك في أفلام ومسلسلات كثيرة قبل اعتزاله صنفت بعضها على أنها أعمال خارجة بل وإباحية أيضا، مثل فيلم حمام الملطيلي، وهو فيلم من إخراج أحد أشهر مخرجي السينما المصرية والعربية المخرج صلاح أبو سيف، وشارك بطولته مع محمد العربي كل من يوسف شعبان وشمس البارودي. يحكي قصة شاب يذهب إلى القاهرة للحصول على فرصة عمل وليكمل دراسته في كلية الحقوق، إلا أنه يفشل فيضطر إلى السكن في حمام يدعى حمام الملطيلي، ليقع بعدها في حب فتاة ليل هاربة تجمعها معه ومع آخرين مشاهد جريئة. كما ويتعرض الفيلم لموضوع المثليين من خلال علاقة بين محمد العربي ويوسف شعبان، وهو من المواضيع التي لا تزال ممنوعة من التداول في الإعلام العربي، فما بالك بتناوله في فيلم أنتج في العام 1973. لذلك منع الفيلم ولم تسمح الرقابة بعرضه إلا بعد حذف جميع المشاهد التي تخدش الحياء حسب وصف الرقابة، وذلك بعد عقدين من إنتاجه في تسعينيات القرن الماضي. أما كيف تفوق محمد العربي على عادل إمام، فحدث ذلك من خلال ملكة جمال لبنان السابقة ناتيا أرسلان، والتي تنتمي لسوريا من جهة الأب وللبنان من جهة الأم. انتقلت للعيش في مصر بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان لعلها تحقق نجومية في عالم الفن، وشاركت مع عادل إمام وممثلين آخرين في عدد من الأفلام، من بينها أذكياء لكن أغبياء، الكل عاوز يحب، حتى لا يطير الدخان، والكثير من الأعمال الأخرى. وحسب مقربين منها فهي رفضت حب عادل إمام، وبدلا منه اختارت محمد العربي وتزوجته، إلا أن زواجهم لم يستمر أكثر من 3 أشهر. وبعد ذلك تزوج العربي من الممثلة هناء ثروت، التي قررت اعتزال الفن والتفرغ لمنزلها ولتربية أبنائها، إذ أنجبا 3 أبناء هم نور وإيمان وغفران. وفي لقاء له
يذكر محمد العربي بأن نقطتين كانتا السبب في تحول حياته كلياً، إحداهما هو زواجه من هناء ثروت التي أثرت فيه كثيراً وكانت من بين الأسباب التي دفعته للتوجه نحو الدين، حتى جاءت النقطة الثانية وحسمت الصراع النفسي بين استمراره في التمثيل والفن أو تركه والتوجه نحو التدين، والتي سأذكرها لكم بعد قليل. وفي العام 1989 وبعد انتهائه من تصوير آخر عمل، قرر محمد العربي اعتزال الفن نهائيا. وعندما عرض مسلسل الزهور لا تموت كان العربي قد اعتزل الفن وافتتح لنفسه محل حلواني يبيع فيه أنواع الحلويات، إلا أن مشروعه ذلك لاقى الفشل سريعا، فافتتح لنفسه مكتبة لبيع الكتب واشترى قطعة أرض زراعية صغيرة، فصار يبيع الكتب ويهتم بالزراعة ليعيل عائلته. وقبل الختام ظل أن أذكر بأن مشاركته في فيلم الرسالة الذي أخرجه العالمي مصطفى العقاد، والذي نشرنا قصة حياته وتفاصيل لحظاته الأخيرة ومقتله، ورابط الفيديو موجود في صندوق الوصف، هو أهم عمل شارك فيه محمد العربي. وحول تأثير الفيلم عليه وكيف دفعه للتفكير باعتزال الفن، قال في لقاء له قبل رحيله بأشهر قليلة بأن لولا مشاركته في فيلم الرسالة لربما بقي ممثلا حتى الآن، واعتبر بأن الفيلم هو نقطة التحول الثانية في حياته بعد زواجه من هناء ثروت، وما ساعده على ذلك هو ابتعاده عن مصر مدة سنة ونصف قضاها في تصوير الفيلم بين المغرب وليبيا. كانت قد أعلنت عائلة الراحل محمد العربي بأنه توفي إثر وعكة صحية مفاجئة في يوم الجمعة في السابع من كانون الثاني يناير في العام 2022. رحل محمد العربي، فما هو أفضل أعماله برأيك؟ شاركونا آراءكم أصدقاء الرائعين، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.